عشان كنت زهقان بيورد الكسر الانديبو ينكام. فجأة شافتني معيد عارفها ما بتهزرش، سألتني سؤال في التاني قالت لي ما تحورش. طبعا ما جاوبتش نقصتني 3 درجات، وريني كتابك سلم اسايمنتات، وانا ناسي بلطو لسه هروح اجيبه من البيت. طب هعمل ايه دايرتني ما جيت، ما كفاية رياكشنات وحفظ استيراك شرات ونقل وفبركة جرافات ماشيين خلاص. هنسيب كل اللي فات، مفيش سكاشن وتحضيرات ولا السكشن مش عارفين ذنبه في رقبتنا طول العمر اليوم الدين. ونكسر مرتر ونبوظ لبوستين، نطلع من السكشن مت ميناصين. ما كفاية رياكشنات وحفظ استيراك شرات ونقل وفبركة جرافات ماشيين خلاص. هنسيب كل اللي فات، مفيش سكاشن وتحضيرات ولا دخول كتير حلوة حاجات وهتوحشينا رغم اللي فات. ومهما العمر